2020 سنة المفاجآت، ومن أهم هذه المفاجآت إن نيلي النكدية بقت نيلي الكوميدية. نيلي بتاخد أحسن ممثلة كوميدية السنة دي بلا منافس وبلا منازع. نيلي عاملة حالة من الكوميديا والفرحة الغير مسبوقة. نيلي اللي عيطتنا 10 رمضانات فاتوا بتضحكنا من قلبنا في وقت احنا قاعدين في البيت وأزمة الكورونا واللي بيحصل لنا، بتخلينا نضحك وتخلي الجمهور يضحك من قلبه. يعني بقولك ألف ألف مبروك يا نيلي، الله يبارك فيك يا بوسي، ميرسي وسعيدة على وعيد المقدمة سعيد الحلوة عليك دي. يا حبيبة قلبي، ويا رب كل أيامك عيد. حبيبتي يعني ميرسي على جيالي المقدمة بالشخصية الحلوة أنت دي. تستاهلي. وأنا بقول 2020 دي عملت معانا معجزات كتير، وشفنا حاجات كتير غريبة في 2020، منهم هي كلها ان مفاجآت. انت مش نكديه أيوه، السنه دي. الناس كانت بتقول هو 2020 فيها حاجة غلط عشان نيلي كريم عاملة مسلسل كوميدي. ايوه، الناس كلها مش مصدقه نفسها، بس انا اكتر واحده اصدق ان نيلي كريم ممكن تكون دمها خفيف وتعمل كوميديا وتنجح جدا في الكوميديا، لان نيلي اللي انا اعرفها اللي بقعد معاها صاحبتنا طبيعيه جدا، دمها خفيف زي السكر، هي الشوجر، انت الشوجر يا نيلي. وهي لسه بشخصيه شوجر، لان هي نيلي طبعها ما بتلبس الترتر والحاجات اللي دي. انا انت عارفه الريفرنس بتاعي كان ايه؟ اه قالوا لي شوجر دي بتلبس لبس بوسي شلبي. شفتي؟ الترتر، بصراحه بتحب الترتر. ايوه، ايوه ما ايناس شاهين قالت لي انا عايزه اشوف نيلي بالترتر بتاعك كله. بالظبط. انا حتى كنت بقول للناس لو اتزنقتي قوي روحي البوسي هاتي لبس هاتي من الترتر عندها. بتاعها يعني. بس كنت قمر ومزه بصراحه، حبيبتي احنا نسينا على طول من ادوار النكد والادوار هي اللي مش في فكرة السجن نكد يا بوسي، والحاجات بس دي. انا بعمل ادوار يعني ليها بعد درامي عمق، فهو السيناريو القصة كده، فانا ببقى ماشية مع الشخصية، ما يهمنيش بقى حلوة وحشة كبيرة صغيرة تخينة رفيعة. انا ببقى كلي في الشخصية اللي انا بعملها، لان انا مش موديل ان انا لازم اطلع شكلي حلو، بعيط يبقى شكلي حلو، بكبر شكلي حلو، لا، انا بنسى الشكل ده تماما وبمشي مع الشخصية، واعتقد ان ده صح واصدق، لانك انت لو مش هتكون صادق مع الشخصية اللي انت بتعملها في لبس في شكل في مكياج في شعر، المصداقية دي مش هتوصل للناس. انت بتمشي ورا السوشيال ميديا؟ لا ما بتمشيش ورا، لا خالص، يعني مع ان السوشيال ميديا هي اكتر حد طالبك ان انت لازم تعملي حاجة فيها خفة دم لا وكوميديا، بس انا وما ما بمشيش تعمليش كده. وانت اصريتي السنة دي ان انت تعملي انا دو. كنت عايزه اعمل، ما كانش في دماغي كوميدي، لان انا عارفه انا مش فنانه كوميديه يعني، او ماليش ليا سابقه في حاجات صغيره يعني، عملت غبي منه فيه، عملت كان في دور مع عامر منيب، عامر منيب سحر العيون اول حاجه خالص في كنت شبه عملتها، شوية مش كان سكر. خفيف يعني، لكن هو ما فيش كوميديا، كانت كوميديا موقف اكتر. فكان نفسي اعمل حاجه خفيفه يعني. فهي جت كده السنة دي، اللي هو المسلسل بتاعنا ضحك وجد ولعب وحب كله مع بعض. هو ده اللي بدأتي تصويره السنة اللي فاتت وكملتيه ولا؟ كنا ابتدينا صورنا يومين وبعد كده وقف، لأن كان الوقت ضيق جدا ما كناش ملاحقين، وقلت خلاص أحسن يمكن أنا ارتحت السنة دي، ويمكن قلت الوقفة دي، طب بعد ما رجعنا تاني قلت طب يا ترى أعمل ده فعلا تاني ولا أعمل حاجة تانية، فحسيت إن لا، اللي ان هو ده كملناه تكملي. يعني هي دي الفكرة اللي خليني أعملها وأجرب أعملها.